سعادة الشيخ سليمان بن سعيد الجابري، يستلمها الأستاذ سعيد بن سليمان الجابري. السادة شركة مجموعة السرية التجارية الصناعية، يستلمها الأستاذ أحمد العبدلي. السادة قناة المجد الفضائية، الراعي الفضائي لهذا الحفل، يستلم هديتها التذكارية الأستاذ هاني حمد الغماس. شركة باسمح التجارية المحدودة، يستلمها الأستاذ عادل صالح الحبشي. معالي المهندس عادل محمد فقيه أمين محافظة جدة، يستلمها الأستاذ سطام محمد الغامدي. فضيلة الشيخ الدكتور أنس بن سعيد بن مسفر، الأستاذ عصام ياسين قارئ. السادة شركة علوان للزهور، يستلمها الأستاذ محمد السبيعي. الأستاذ محمد بن عبد الأهدل المدير الإقليمي لشركة أصيلة للإنتاج الإعلامي. قناة روائع الفضائية، يستلمها الشيخ الدكتور خالد الدايل. السادة قناة عيون جدة الفضائية، الأستاذ حمد الراشد. الرؤية الثلاثية، الأستاذ عادل بن سلمان. السادة مطابخ ومطاعم وحلويات الصفا، الشيخ محمد معتوق الطلاقي. سعادة العقيد محمد بن حسن القحطاني مدير مرور محافظة جدة. الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو، الأستاذ مدني محمد بكري. الشيخ القارئ عبد الولي الأركاني. ياسين ابن حمدان اللحياني. السادة فرقة البحارة للفنون الشعبية، يستلمها الأستاذ فيصل لبان. مجموعة ماريز الفنية، يستلمها الأستاذ عادل بارباع. السادة فريق المتحدون السعودي للدراجات النارية، يستلمها نائب الفريق الأستاذ ناصر بن فهد جنبي. الفنان العالمي الدكتور عيسى عنقاوي. كما تتشرف الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة بتقديم هدية تذكارية لسمو أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس الفخري للجمعية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل. وتتشرف الجمعية بتقديم هدية تذكارية لسموكم الكريم. يا صاحب السمو، المشاركون في مسابقة تصوير ليلة العمر للتصوير الفوتوغرافي في الزواج الجماعي التاسع، المكرمون هم خالد فهم البوق، تركي ابن خالد البوق، ماجد بن عبد الله المالكي، عبد الله الزنبقي، أدهم ابن محمد الزنبقي. الفائزون الأوائل في هذه المسابقة هم الثالث أسامة محمد القثامي، الثاني مديني عسيري، الأول سلطان بن عايد الميزاني،
يا صاحب السمو، يتشرف مجموعة من عرسان هذه الليلة بالتصوير إلى جانب سموكم الكريم في لقطة تذكارية. في نهاية هذا اللقاء نشكر سموكم الكريم بكل آيات الشكر والتقدير لرعايتكم لهذا الحفل وتشريفكم ووقوفكم إلى جانب أبنائكم في ليلتهم هذه. مثل بدر الليالي الصلاوي السلام تغشى يا الجميل بنت محسود يا غالي يحرس صاحب الجود يا غالي حورية فقت الحور يا غالي عنقها كسب اللوم الصلاوي السلام تغشى يا نور العيان الليالي. يا عريس يا ضي العين يا غالي العروس قبي قوسين لا لا ومالي